مركز صحي باب البيض. سؤالنا الأول، إيش قد أكو إقبال على اللقاحات؟ ما شاء الله إقبال كبير، يعني عن قبل يعني كلش كثير، يعني عن قبل يعني كان قبل قليل يجونا، بس الساعة صار الإقبال كبير جدا. السبب الإصابات، عدد الإصابات كبيرة كثيرة، يعني صارت الإصابات كثيرة حل، فالعالم يعني اتجهت إلى المراكز الصحية حتى تلقح. إيه تجي رسالة على الرابط ويسجل على الرابط ويجينا إيه هنا على التسجيل يلقح. تطلعون اسمه وعلى حسب. إيه وتجي رسالة مع الجرعة الأولى والجرعة الثانية، فهو يعرف الموعد ماله ونعطيه كارت ونلقحه وهذا هو. لا مواطنين من دوائر الدولة من كل الجهات. عسكريين. عسكريين. يعني من كل الجهات تفحصون الملقح، يعني تفحصوه بالبداية عنده أعراض يروح على الطبيبة تشيكوا الدكتورة طبيب، إذا عند تشك إنه عنده حرارة أو شيء أو أمراض يأخذ فحص مسحة، بس ما يلقح، لازم من يأخذ مسحة ما يلقح، ينتظر 3 أيام على ما تطلع النتيجة. عندنا أسترازينيكا جرعة ثانية، وعندنا ساينو فرام جرعة أولى وجرعة ثانية هم عن ننطي. يعني الجرعة الثانية يختلف عن الأسترازينيكا، يختلف عن ذاك بريطاني هذا الصيني اللي ملقح مثلا أسترازينيكا، هم يلقح نفسه لو غير؟ لا نفسه، يظل يستمر عليه هذا نفسه، يعني يلقح بريطاني يظل على الجرعة الثانية بريطاني، صيني يظل على الصيني هالشكل. الله يسلمك. طبعا احنا نشكر جهود الصحة وبجهود السيد المدير العام والمدير القطاع ومدير المركز وتعاون الكادر التمريضي والكادر الفني بالكامل. جيت ضمن وقفنا هنا، يعني مثل ما يقول بالسرعة وقفنا، والطريقة سلسة ومرنة وجيدة، وتعاون مع المواطنين في التلقيح. سجلت إلكترونيا؟ مسجل إلكترونيا. نعم نعم. دزوا لك رسالة؟ دزولي رسالة. نعم نعم. يوم أول جرعة اليوم؟ أول جرعة اليوم، أول جرعة اليوم. كيف قد وصلت؟ تقريبا بعد 20 يوم. والله أنصح المواطنين الكل لازم يتلقح حتى نخلص من هذا الوباء، لأنه إذا كانت النسبة العالية بالتلقيح راح يقل الوباء وتفتح المشاريع والأعمال وترجع الحياة الطبيعية وترجع الأمور على ما كانت سابقاً.